بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن متواجدون في قرية برقة إلى الشمال من مدينة نابلس، وهذا المدخل الغربي للبلدة. قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل ومن خلال جرافات عسكرية قامت بإغلاق الطريق بالسواتر الترابية. هذا المدخل الرئيسي للبلدة، وهو الذي يمر من طريق نابلس جنين، إضافة إلى إغلاق الطريق من قرب مستوطنة شافي شمرون باتجاه أيضا جنين وباتجاه منطقة مستوطنة حومش المخلاة. هذا الإجراء الإسرائيلي وهذا الاعتداء الإسرائيلي يأتي في ظل إعلان المستوطنين نيتهم تنظيم مسيرة ضخمة. حسب الإعلان المنشور باللغة العبرية، الحديث يدور عن 10,000 مستوطن سيبدأ بالتجمع تقريبا الساعة 11، أي بعد قليل، حتى الساعة 12، وبعد ذلك تنطلق المسيرة من مستوطنة شافي شمرون القريبة من قرية دير شرف الشمال الغربي لنابلس باتجاه هذه الطريق في الخلف، ووصولا إلى مستوطنة حومش المخلاء على تلة الجبل القريبة. وبالتالي الجيش الإسرائيلي عمل على إغلاق كل المنافذ وكل الطرق وتسكير الحركة بشكل نهائي أمام السيارات حماية للمستوطنين. سنشاهد بالخلف كيف يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو كيف عمل قبل نحو ربع ساعة فقط من الآن على إغلاق هذه الطريق بشكل كامل بالسواتر الترابية. جرافة ضخمة جاءت إلى هنا ونقلت كل الأتربة الموجودة على طرفي الطريق ووضعتها في المنتصف، ويرابط أو ترابط دورية لحرس الحدود الإسرائيلي في هذا المكان. ومن المتوقع أن تكون هناك قوات قناصة على أسطح البنايات العالية كما تجري العادة، وقد يكونوا منتشرين طبعا داخل هذه البيوت، إضافة إلى تواجدهم بشكل كامل في المنطقة القريبة. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن، جنود الاحتلال الإسرائيلي متواجدون كما تشاهدون خلف هذه السواتر الترابية، وبدأت أعدادهم تتزايد هنا. ونحن إذن أمام تواجد كبير للجيش الإسرائيلي، وهناك هناك إغلاق كامل للطريق، وكما ذكرت يمكن أن يكون هناك قناصة على أسطح البنايات المجاورة والعالية، إضافة أيضا إلى تواجدهم على طول الطريق الرابط ما بين مدينة نابلس وجنين. إضافة إلى ذلك، الجيش من التجربة الماضية كانوا يتواجدون بين السهول، في السهول القريبة هنا وهناك. إذا نحن نتحدث عن تواجد مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل كامل على المتابعة وعلى إغلاق الطرق. إضافة إلى ذلك، هناك دعوات للمستوطنين بالوصول إلى مستوطنة حومش المخلاة، وعلى الجبل المقابل يتواجد الجيش الإسرائيلي. نعم، هذا الجنود أخذ وضعية إطلاق نار، هل هو يستعد أو ما شابه؟ نعم، هم يستعدون بشكل عام لمحاولات قمع أي مسيرات قد تجري هنا. يعني في الخلف لا يتواجد أعداد كبيرة للشبان، ما تزال يعني الوقت نسبيا مبكر. إضافة إلى ذلك، البنايات العالية في البلدة وخاصة في المنطقة الشرقية، في عفوا المنطقة الغربية منها، أيضا يتواجد بها الجيش الإسرائيلي. يتواجدون أيضا على طول الطريق الرابط كما ذكرت ما بين نابلس وجنين. هذا الإجراء يأتي في ظل مسيرات المستوطنين لعيد الفصح. كانوا قد تواجدوا قبل فترة في أكثر من مكان، أيضا بالأمس كانوا في البلدة الأثرية سباستيا، كنا متواجدين هناك. الجيش الإسرائيلي في سباستيا منعنا ومنع الطواقم الصحفية الفلسطينية من العمل، وسيطر بشكل كامل على طول
الطريق. خلينا أسأل هذا السلام عليكم، وين متواجد الجيش غير هاي؟ على مدخل البلد وعلى الشارع الرئيسي. لا لا في شيء شي. لا لا انا داري هون وفي شيء شي. ولا في مسيل وبخنقونا في ولا تحياتي لك، اهلا بك. اذا الجيش الاسرائيلي بالامس، مستمعينا الكرام، بالامس الجيش الاسرائيلي سيطر على كل المنطقة الاثرية في بلدة سباستيا التاريخية، ومنع المواطنين بشكل كامل من الاقتراب. وكنا فريق جي ميديا متواجدون في المكان وشاهدنا كيف اعتدى الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على المواطنين هناك وحتى من السكان. حماية المستوطنين في عيد الفصح أو عيد البيسح، هذا إجراء يتم بشكل دائم لصالح الأعياد اليهودية، يتم تقطيع أواصر الضفة الغربية لصالح الأعياد اليهودية وأعياد المستوطنين، يتم إغلاق الطرق والاعتداء على الناس. يفرح أو يعني يحتفل إن صح التعبير المستوطنون يحتفل المستوطنون بأعيادهم، فيما يتم التنغيص بشكل كبير على الفلسطينيين. إذا نشاهد الجنود يقومون بالتصوير في هذه الأثناء. نعم، جنود الاحتلال استخدموا كاميرا للتصوير ورصد الوجوه إن صح التعبير، وهذا الأمر في الآونة الأخيرة نلاحظه بشكل كبير. نعم، هو يتم بشكل كبير، يكون هناك جندي يعني مهمته تصوير الوجوه ورصد التحركات بشكل كامل. هذا الأمر قد ينتج عنه طبعا اعتقال الشبان الذين يتم تصويرهم بحجة بين قوسين أنهم يعني يقومون برشق الحجارة أو ما شابه. وبالتالي إحنا أمام منظومة عسكرية إسرائيلية تعمل بشكل مكثف جدا ضد الفلسطينيين، إضافة إلى ذلك المعاناة التي يتعرضها المواطن الفلسطيني. إذا جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تتابعون، لمن انضم إلينا في هذه الأثناء، هم متواجدون خلف الساتر الترابي. هناك تواجد مكثف لجيش الاحتلال على طول الطريق الرابط ما بين نابلس وجنين. هناك دعوات للمستوطنين بمسيرة حاشدة ستنطلق الساعة 11 صباحا من مستوطنة شافي شمرون باتجاه مستوطنة حومش المخلاء. كلا الموقعين هما في الطريق إلى جنين، من نابلس إلى جنين، منذ أو بدءا من قرية دير شرف شمال نابلس، قرية دير شرف باتجاه القرى القريبة، وصولا كما ذكرت إلى أطراف محافظة نابلس وهي قرية برقة، وبعد ذلك ننتقل إلى بزارية ومنها إلى السيلة. إذن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. Thank you.
المسيرة حسب المعلومات ستنطلق كما ذكرت الساعة 11 صباحا، بعد ذلك ستتحرك من مستوطنة شافي شمرون مرورا بالطريق التي يسلكها سيارات المواطنين من نابلس إلى جنين، بعد ذلك ستستمر هذه المسيرة وصولا إلى مستوطنة حومش المخلاة. نحن في فترة أسبوع أعياد، إن صح التعبير، أعياد البيسح أو عيد الفصح الإسرائيلي. برقة شهدت على مدار الأشهر الماضية منذ عملية قتل المستوطن قرب مستوطنة حومش في 16 من ديسمبر من العام الماضي وحتى اليوم تقريبا، تتعرض برقة تحديدا لانتهاكات إسرائيلية واعتداءات كبيرة غير مسبوقة، نتج عن ذلك استشهاد أحد الشبان إضافة إلى إصابة العشرات بل المئات بجراح مختلفة. هذه المنطقة تحديدا وهي المدخل الغربي للبلدة، المدخل الرئيسي، هنا معظم الأحداث تتركز نظرا لوقوع هذا المدخل على الشارع الرئيسي الرابط ما بين نابلس وجنين والطريق الذي تسلكه سيارات وحافلات المستوطنين، إضافة إلى المسيرات الراجلة للمستوطنين الذين يتحركون في ذلك الشارع وصولا إلى مستوطنة حومش المخلاة. وكانت هناك تهديدات من المستوطنين بالعودة إلى هذه المستوطنة. مستوطنة حومش أخليت عام 2005 أسوى بمستوطنات قطاع غزة إضافة إلى عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والمستوطنون يهددون بالعودة إليها وإحيائها من جديد، والأمر يتعلق بالدرجة الأساسية بإجراءات إسرائيلية كثيرة لتوفير بين قوسين الحماية لهم. المشكلة أن أهالي قرية برقة وهم يملكون مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة الإقبيبات التي أقيمت عليها مستوطنة حومش لا يتمكنون من الوصول إليها ولا يستطيعون أيضا الاستفادة منها منذ عام 2005 حتى اليوم، وبالتالي الأمر يعني بقيت المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهي يعني نقطة انطلاق للكثير من الهجمات على السكان. هنا تتجمع مجموعات المستوطنين ثم تهاجم هذه القرية والقرى والبلدات القريبة من منطقة برقة، إضافة إلى ذلك هناك إغلاق دائم للطرق وهناك إطلاق رصاص باتجاه سيارات المواطنين واعتداءات لا تتوقف. السكان في هذه المنطقة تحديدا يعانون الويلات جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم قنابل الغاز المسيلة للدموع التي تتساقط على المنازل وحالات الاختناق، لكنهم هم مصرون على البقاء، لا مكان للمغادرة أو ترك هذه المواقع، وبالتالي برقة هي نموذج لما تتعرض له القرى الفلسطينية جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. شو عم حبيبي؟
السلام عليكم. أين الدوار؟ مبدئيا خلصنا.